مشاهدينا الاعزاء حياكم الله في هذا الموجز من قناه تناصح. وجهت لجنه اداره الازمه لمدينه بني غازي نداء عاجلا الى كل المؤسسات والمنظمات الدوليه بالاسراع لانقاذ اهالي قنفذه المدنيين والمحاصرين في مناطق الاشتباكه من عمليه الاباده المستمره للاطفال والنساء والشيوخ بواسطه طيران اجنبي ومحلي التي يقودها مجرم الحرب خليفه حفتر. النداء حذر السياسيين الليبيين بان دماء اهالي قنفذه ستكون فضيحة مدوية لهم عبر كل العصور، وأكد بأن كل من شارك وتلطخت أيديهم بدمائهم ستتم ملاحقتهم قانونيا ولن تسقط جرائمهم بالتقادم. وجاء في النداء بأن التاريخ سيسجل بصفحات سوداء محاصرة أبناء ونساء المجاهدين في برقة أو قتلهم بطيران أجنبي ومرتزقة وصحوات. أصيب 8 مدنيين في تفجير أو سيارة مفخخة ظهر الجمعة في محيط مسجد أبو هريرة في منطقة المجوري في بني غازي شرقية ليبيا، كما نتج عن التفجير أضرار مادية فادحة. مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فادي البرغثي أكدت في تصريح صحفي أن إصابات الجرحى تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، وجميعهم يتلقون العلاج والخدمات الصحية والرعاية اللازمة وحالتهم الصحية مستقرة. هذا وقد أظهرت الصورة الأولى من موقع التفجير أثارا تدميرية كبيرة وسيارات إسعاف في محيط موقع التفجير وتوترات الأنباء على أن من بين المصابين في الحادث وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل ونجلة. تستضيف القاهرة السبت عمل الاجتماع العاشر لمجموعة دول جوار ليبيا برئاسة وزير الخارجية المصرية سامح شكري. الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بيّن أن الاجتماع سيشهد مشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث والمبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاصة إلى ليبيا التونسية صلاح الدين الجمالي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا جاكايا كيكوتي. هذا وأضاف أبو زيد أن المشاركين في الاجتماع سيبحثون أبرز مستجدات الأوضاع على ساحة ليبيا والشواغل التي تعرقل العملية السياسية واستعراض الجهود المبذولة لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي. في الخبر الأخير لهذا الموجز، حيث انتهت اليوم الجمعة مهمة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر. وينر في تغريدتين بحسابه على موقع تويتر عبر عن شكره للشعب الليبي وأمله في أن تتفق الأطراف الليبية على رؤية مشتركة لمستقبلهم الوطني حسب وصفه. وقال وينر إن المعركة ضد ما يعرف بتنظيم دولة ما تزال قائمة، مطالبا بعدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين في أي مكان حسب وصفه. ختام الموجز، إلى اللقاء.